الوقت الحالي بنشهد فيه رياضات كتيره جدا بيتالق فيها ابطال من مصر، سواء بقى على الصعيد الافريقي او كمان على الصعيد الدولي. حاجه مشرفه. حابين نتكلم بشكل اكبر عن رياضه ممكن ما نكونش عدد كبير من المشاهدين ومتابعي الرياضه على درايه بوجودها، على درايه بالتفاصيل اللي بتخصها، وكمان ان احنا عندنا ابطال فيها. الثلاثي الحديث هيكون منورني في هذه الفقره سياده اللواء محمود حسيني، مدير التنفيذي للاتحاد المصري للثلاثي الحديث، واحد من ابطال كمان مصر والنادي الاهلي في الووتر بولو وفي السباحه وفي الخماسي الحديث، بجانب ان هو كمان امين الاتحاد العربي والنائب الاول لدول البحر الاحمر المتوسط في الثلاثي الحديث. سعيده بوجود حضرتك معانا يا سياده اللواء. اهلا بيك يا فندم. بس هو مش الحديث، احنا الخماسي الحديث. الثلاثي احنا الترياسلون ده طبعا احنا هنعرف الجمهور برياضه الترياسلون. هي تراي يعني ثلاثه باللاتيني، وثلون يعني رياضه. رياضه الثلاثي، رياضة الثلاثي عبارة عن ثلاث لعبات، هم السباحة والعجل والجري. السباحة بتبقى السبق الأولمبيك اللي هو الإليت، يعني اللي بيلعبوه العمومي رجال وسيدات. ده بيبقى 1500 متر في المية المفتوحة، يعني بحر أو بحيرة بالنسبة للسباحة. اللاعب بنعمل له كورس حوالي 750 متر، 250 عبارة عن مثلث، 250 متر في كل ضلع بيبقى 750، وبعد كده بيعملوا مرتين في المية المفتوحة بحر أو بحيرة. ده بالنسبة للسباحة. بيطلع ياخد الدراجة بتاعته في منطقة الترانزيشن اريا أو منطقة التبديل يعني بتاعت العجل. ياخد العجلة بتاعته ويغير ويلبس الخوذة. تبقى العجلة بتاعته ولا في كل بطولة ممكن يكون بيوفرها؟ يعني الحصان مثلا في الخماسي بيكون تبع البطولة، العجلة بتكون خاصة باللاعب ولا برضه بتكون بيجربها؟ لا طبعا خاصة باللاعب. خاصة باللاعب. اصل موضوع الحصان اللي هو يكون بتاع البطولة ده صعب جدا. لا الخماسي الحديث حاجة. ولكن العجلة بيسافر بيها بقى البلد اللي هو رايح فيها البطولة. طبعا هي بتبقى موجوده معاه، لان العجل ليه مقاسات، يعني كل واحد ليه مقاس العجله بيقاس عليها. في شويه فنيات كده موجوده في العجل، ما ينفعش ان هو يلعب بعجله مش بتاعته. يطلع على العجل، يطلع ياخد الدراجه بتاعته من منطقه الترانزيشن اريا او منطقه التبديل. يلبس الخوذه بتاعته والحذاء بتاع العجل، ويطلع يعمل 40 كيلو عجل. بعد ما يرجع تاني على منطقه الترانزيشن اريا، يحط العجله بتاعته ويلبس الكوتش بتاع الجري ويقلع الخوذه ويعمل 10 كيلو جري. وكل ده والساعه مفتوحه. يعني المسافات محدده في كل البطولات ولا بيبقى من بطوله لبطوله بتبقى يعني المسافات بتتغير او المسابقه بتصعب او بتسهل؟ ده سباق اولمبيك، يعني الاتحاد الدولي حاطط سباقات كل سبق ليه، لان في دي الاولمبيك حاجه، وبعد كده في حاجه في سبق تاني اسمه سبرنت وسبق تاني اسمه سوبر سبرنت، اللي هو اقل المسافه اللي هي الاقل اللي هي بنعملها لليوس اللي هم تحت 16 سنه وتحت 14 سنه وتحت 19 سنه. ده ممكن يلعب نص المسافه، يعني بدل ما هيعمل 1500 متر لا هيعمل 750 متر في السباحه، وهيعمل في العجل 20 كيلو عجل، وهيعمل في الجري 5 كيلو جري اللي هي نص المسافه. ده بيلعبوها اللي هم من 16 لغايه 23 سنه. لان احنا عندنا مراحل سنيه، الاتحاد الدولي عامل مراحل سنيه اللي هي 16 و19 و23. دولت يلعبوا السبق اللي هو السبرنت او السبق اللي هو نص المسافه بتاعه سبق الاولمبيك. ده بالنسبه للترياسلون. طبعا الترياسلون يختلف عن جميع الالعاب ان هو الساعه مفتوحه، يعني انت بتلعبي البطوله المنطقه ترانزيشن اريا او منطقه تبديل، دي بتبقى على حساب اللاعب. يعني لو اتاخر في التغيير العجله، عمل اي حاجه، دي بتبقى على حساب اللاعب. الحاجه الثانيه كمان مفيش مساعده، يعني لو عجله حصل لها اي مشكله دي مسؤوليه اللاعب. ما بيخشش مثلا حد يساعده يشيل يغير له الجنط بتاع العجله زي يعني. الموضوع يعني ايه بالنسبه للعجل كتير. عايزه لعيب تالنت او لعيب موهوب، والالعاب المركبه عموما عايزه لعيب يكون الفتنس بتاعه عالي، يكون عنده سرعه بديهه، عنده جميع عناصر اللياقه البدنيه، يعني مالتي تاسك، يقدر يعمل حاجات كتير في نفس الوقت ومتفوق في كذا حاجه. ودي اصلا من الحاجات الصعبه ان احنا بنشوف لاعب متفوق في كل رياضه من اللي حضرتك قلتهم دي على حده، ولكن يكون قادر يكون في لاعب بيجمع بتألق في ثلاث رياضات في نفس التوقيت، فاعتقد دي من الحاجات الصعبه. طب قبل ما اسالك عن ابطالنا
اللي قادرين يركبوا الصعب من بحر وجري وسباق للدراجات في نفس التوقيت. كلمنا كده عن نشأة الاتحاد المصري للترايثون. طبعا احنا في 2009 بالتحديد يعني اللي هو احمد ناصر كون ومجموعه، وكنت انا كان لي الشرف ان انا اكون من ضمن المجموعه اللي اسسنا دخل اللعبه مصر وانشانا الاتحاد المصري للترياسلون. هي لعبه طبعا اولمبيه، تاني يوم على طول دخلنا اللعبه 28/9 دخلنا اللعبه اللجنه الاولمبيه وبقت لعبه اولمبيه، وبدانا اول بطوله كانت في 3/3/2010 في السويس تحت رعايه المحافظ سيف جلال، كان ساعتها في ذلك التوقيت هو محافظ السويس. عملنا اول بطوله هناك وحضرتها رئيس الاتحاد الدولي اللي هي ماري سول كاسادو اللي هي رئيس الاتحاد الدولي، وكانت يعني حاجه جميله جدا ان احنا نعمل بطوله وتحضرها بطوله يعني مش بطوله دوليه، وكانت بطوله جمهوريه عاديه وحضرتها رئيس الاتحاد الدولي وشرفتنا في البطوله. ده كان نشاه الاتحاد. بعد كده لعبنا بقى، كوننا الاتحاد عن طريق عملنا الاتحاد العربي طبعا اللي هو احمد ناصر كان هو رئيس الاتحاد العربي. كان الاتحاد العربي عباره عن دولتين، النهارده بسم الله ما شاء الله 19 دوله في الاتحاد العربي. نفس القصه برضو اللي هو احمد ناصر راس الاتحاد الافريقي ودخل لعبه التراسلون في دول كتيره جدا في دوله افريقيا، والحمد لله يعني عندنا دلوقتي عدد كبير جدا جدا بيحضر اكتر من 34 دوله او 35 دوله في اقل بطوله من البطولات الدوليه اللي بنعملها داخل الاتحاد داخل مصر يعني داخل مصر. طيب كلمنا عن التطوير اللي حصل في الاتحاد منذ 2009 وصولا قدرين احنا نكون مصر فين من تنظيمها للبطولات، مصر فين من وجود ابطال بيشاركوا في البطولات الدوليه. طبعا احنا بدانا ناهل يعني اول لما مسكنا الاتحاد او اول لما الاتحاد اتنشا بدأنا نعمل قاعدة من المدربين نأهلهم عن طريق الدورات التدريبية اللي بنعملها داخل الاتحاد، وبعتنا كمان ناس تاخد دورات خارج مصر تبع الاتحاد الدولي في كوريا وفي جميع الدول اللي هي كانت بتستضيف الدورات التدريبية. عملنا قاعدة حكام سواء كنا في البطولات اللي كنا بنعملها داخل مصر زي بطولة شرم الشيخ الدولية او بطولة الأقصر الدولية، كنا دايما بنعمل بنجيب طبعا ناس من الاتحاد الدولي علشان يدوا دورات اولادنا اللي هم كانوا اصلا لعيبة وبطلوا او كانوا هم حكام في العاب تانية زي السباحة زي الدراجات زي العاب القوة، وبدأنا نأهلهم للترايسون. فطبعا ده عملنا قاعدة، زائد ان احنا عملنا دورات ادارة طبعا اللاعبين اللي هم كانوا برضو لاعبين وبدأوا يشتغلوا اداريين او مديرين اداريين للاتحاد. الموضوع ده عمل انتشار يعني كل الناس اللي خدت الدورات عمل انتشار في جميع الأندية بتاعت مصر. بدأ عندنا عدد كبير جدا بيحضر في بطولة الجمهورية أكتر من 400 و500 لاعب. طب ده رقم عظيم. وطبعا دي لعبة أنت عارفة يعني بقى لها 10 سنين في مصر يعني ما في ألعاب بقى لها 70 سنة و80 سنة ما بتعملش نفس قاعدة ناشئين وجماهيرية مش تحيز يعني طبعا، إنما هو ده التطوير، حصل تطوير جامد جدا. ده على الصعيد اللي هو القاعدة اللي عملناها بتاعت المدربين والحكام والإداريين. بدأت المدربين والحكام والإداريين دولت يعملوا النشاط ده ينشروه في الأندية وينشروه داخل مصر عن طريق الأكاديميات وعن طريق الأندية. في نقطة تانية كمان، رئيس اتحاد مصر اللي هو أحمد ناصر عمل بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لدخول اللي هو اللعبه للمدارس. المشروع القومي ده مشروع كبير قوي قوي وعاملينه باسعار بسيطه جدا الاشتراك داخل الاتحاد، يعني اللاعب يدفع 50 جنيه او حاجه كده عشان يعمل كارنيه اتحاد ويخش الاتحاد ويمارس اللعبه عن طريق وزاره التربيه والتعليم مع الاتحاد المصري للتراسلون. وده مشروع كبير قوي احنا ماشيين فيه وان شاء الله هينشر اللعبه على مستوى مصر. وبدأنا كمان مع الجامعات
والمدارس الخاصة اللي هي المدارس الأجنبية. طيب اللاعبين عندنا، كلمنا حضرتك عن منتخبنا الوطني، عندنا مين من أبطال، عندنا مين من رجال وسيدات، قاعدة الناشئين عندنا واصلة لحد فين؟ احنا طبعا احنا اشتركنا قبل كده في بطولة، أهلنا لاعبين لبطولة الناشئين لدورات الدولية، وكان عندنا في قبل كده رحاب حمدي وخالد عصام اشتركوا في 2014 و2015 في سنة 2014 اشتركوا في بطولة الدورة الأولمبية للشباب للترياسون، تمام، وخدوا حصلوا على ميداليات فضية وبرونزية. وكمان في 2018 أهلنا محمد طارق ومرام ياسر في بطولة الأرجنتين اللي اتلعبت في الأرجنتين، وهي طبعا التأهيل كان في بطولة المغرب، وبعد كده لعبوا الدورة الأولمبية للشباب في الأرجنتين. عندنا حاليا دلوقتي اللاعبة بسملة عبد الحميد السلموني، دي مؤهلة لتخش أولمبيات 2020، وهي لاعبة صاعدة يعني واعدة، يعني ان شاء الله اللي ان شاء الله يأهلها يا ست لو لا افندم اللي يأهلها، يعني لازم تفوز بايه علشان هي بتعمل الوقت. عدد من التأهيل بيجي عن طريق التصنيف بتاع اللاعب، بيحضر عدد من البطولات، بيعمل سكور رانكينج يعني للاعب، بيأهله ان هو كل بطولة عدد ساعات ياخد يعني. نقط بياخد بوينت، يعني بطولة مثلا طلعت فيها الأول بتاخد مثلا 300-500 نقطة، بطولة طلعت فيها التاني وهكذا تاخد 300 نقطة يعني. الرانكينج ده بيأهلها ان هي تخش الايه الاولمبيك جيم. احنا عندنا الحمد لله بسملة تأهلت الحمد لله وماشية في فترات التأهيل، لان التأهيل لغاية شهر مايو اللي جاي. اتأهلت ولا لسه بتاخد هي خلاص بتاعت. هي كده اتحطت في ايه في المجموعه اللي هي داخله التأهيل، بس طبعا بتكمل، لازم تكمل لغايه شهر مايو اللي جاي ان شاء الله البطولات الدوليه. حاجه عظيمه. طب الاتحاد عندنا عنده من الاموال ان هو يكون بيدعم سفريات، بيطلع بعثه وكده؟ طبعا هو احنا وزاره الشباب والرياضه بتدعمنا، واللجنه الاولمبيه بيدعمونا طبعا اثناء اي بطوله، بيصرف لنا الدعم بتاع البطوله، والحمد لله الدنيا ماشيه كويس يعني، الحمد لله ما فيش مشكله خالص بالنسبه للتأهيل. طبعا هو السبونسر يعني بيبقى اعاقه شويه، بيبقى يعني لما ما بيكونش في سبونسر بتبقى الدنيا يعني ايه متضايقه شويه يعني، بس او يعني لا ان شاء الله الدنيا تظبط. انما بيبقى في سبونسر طبعا بيسهل كتير للاعب، بدل ما يحضر 3 بطولات لا يحضر 5، يحضر 10، يحضر 15، بدل ما في لاعب واحد مثلا ممكن اكتر من 4 لعيبه 5 لعيبه يتاهلوا، ودي بتبقى يعني حاجه كويسه. في حد تاني في طريقه زي بسمله كده يتاهل ولا هي الاقرب؟ عندنا رحاب حمدي، وعندنا برضو خالد عصام موجود، وعندنا في مهند ياسر. دول قريبين من التاهل لطوكيو. دول كل دول قريبين، بس طبعا لسه ما دخلوش في الايه في انما شغالين يعني بيحضروا البطولات وبيتأهلوا يعني. بطولة المغرب احنا في بطولة الدورة العربية المغربية اللي اتعملت، احنا خدنا فيها يعني الحمد لله بسملة خدت ذهب، وفريق التتابع بتاعنا خد ثالث على مستوى الدورة، وتكرموا من السيد رئيس الجمهورية وخدوا أوسمة كلهم، والحمد لله يعني ماشيين كويس جدا. احنا اتفضل حضرتك. احنا طبعا بنعمل كل سنة لينا بنعمل بطولتين، بطوله دي واصلون. انا برضو ما شرحتش لحضرتك ان في عندنا ترياسلون برضو بينقسم الى لعبتين تانيين اللي هي الديواثلون والاكواثلون. الديواثلون ده اللي هو عباره عن جري وعجل، يعني جري عجل جري، ده علشان اللاعب اللي هو مش قوي قوي في السباحه، وده برضو اولمبيك يعني بيتلعب سباقات اولمبيك وبيتاهل الاولمبيك وبيتلعب يعني مش بس متقسمه فيك تو كاتيجوريز بالظبط كده. والاكواثلون اللي هو في ميه، ده جاي ده جري سباحه جري يعني ده ندي فرصه للاعب اللي هو مش قوي قوي لسه في العجل ينزل يحقق وياخد ميداليه ويبقى عنده برضو امل في ان هو ايه يتاهل يخش المنتخب. ودي واثلون نفس القصة، لاعب اللي هو مش قوي في السباحة احنا بنأهله علشان خاطر ايه يشد حلو في السباحة ويبقى
طبعا من اللاعبين الجامدين. هو اساس اللعبه طبعا اللي عايز يلعب تراياثلون يكون اساسه سباح، يعني لان انت عارف السباحه ما بتجيش. انا بكلمك كراي كنت بلعب سباحه قبل كده، السباحه ارقامها ما بيجيش في الكبر قوي زي ما الانسان يكون بيلعب من وهو صغير. يعني دايما الارقام بتتحطم في السباحه او بتتكسر زي ما احنا بنقول بالالفاظ بتاعتنا اللي هي بتاعت السباحه، يعني ما اقدرش اكسر الرقم الا لما يكون ايه اكون صغير في السن، عشان باخد احمال معينه توصلني للايه للارقام اللي انا عايزها يعني. طيب اجندتنا المحليه فيها ايه من بطولات بجانب انه واضح ان الاتحاد بينظم بطولات دوليه؟ ممكن حضرتك تقول لنا بتوفروا ايه محلي للناشئين عندنا، وكم بطوله تقريبا بتحاولوا تنظموها دوليه على مستوى الموسم؟ طيب احنا بنعمل حوالي 8، يعني انت عارف حضرتك لازم ايه نصدى من مجلس الاداره على النشاط الداخلي والنشاط الخارجي والمعسكرات الداخليه والمعسكرات الخارجيه للناشئين وللكبار. فاحنا طبعا عندنا بنعمل حوالي في السنه 8 بطولات جمهوريه متقسمه بقى ديواسلون واكواسلون وترياسلون، تمام؟ وبعدين بنعمل بعد كده البطولتين اللي هم احنا السنه دي عندنا 3 بطولات، عملنا واحده اللي هي بتاعت الاقصر الديواسلون، ودي الحمد لله برضو كل اللاعبين عندنا خدوا فيها ذهب وخدوا فيها فضه وبرونز، يعني حصلنا على عدد كبير جدا من الميداليات. بعد كده في بطولة الغردقة، وده هتبقى كاس عالم يعني. وبعد كده في بطولة أفريقيا اللي هي برضه دي مؤهلة للأولمبياد، دي هيحضرها عدد كبير جدا لأن دي هتبقى في شهر 4، يعني خلاص داخل على نهاية الإيه؟ نهاية التصنيف. فده يعني هتلاقي عدد كبير جدا من اللاعبين اللي هم مصنفين عالميا، يعني رقم 1 و2 و3، دولت هيجوا هيبقوا موجودين في البطوله ديت. هتبقى بطوله قويه جدا جدا، دي هتكون في شرم الشيخ ان شاء الله في شهر 4 اللي جاي ان شاء الله. لسه كنت اسال حضرتك عن ان اعتقد الاماكن اللي ممكن تكون بتجرى فيها بطولات رياضه الثلاثي ممكن تكون فيها دعم سياحي بشكل ما، اللي انت بتتكلم عن ميه بتتكلم عن ناس هتكون بتسوق عجل، فبرضه بيبقى مكان بالنسبه لهم حلو في مسافات طويله، وايضا الجري. ايه ابرز المحافظات اللي بتحاولوا دايما تدعموا فيها السياحه من خلال ان انتوا تكونوا بتعملوا فيها البطولات دي؟ سؤال جميل جدا، يعني لان فعلا رياضه التراسلون هي رياضه سياحيه اكتر منها يعني رياضه، يعني رياضيه. واحنا بنحرص على الحته دي، يعني دايما رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره هم حريصين على ان احنا في الاقصر مثلا بنعمل في الاقصر. ليه في الاقصر؟ ما انا اقدر اعمل في اي مكان تاني في طريق ويعني عادي. لا انا هقف كمان عند الاقصر، لان انت حضرتك لما تكون بتنظم فيها بطوله هتبقى في موسم الشتاء، الشتاء في اوروبا حاجه يعني مستحيل يكون في اي امكانيه لاي لاعبين يكونوا بيمارسوا الرياضه ديت، لا من نزول لميه ولا حتى من جري، لان الجو هيكون ثلج. فان احنا نكون بنستغل كمان ان احنا عندنا محافظات دافيه في موسم الشتاء اللي في كل بلاد العالم بيكون صعب جدا. دي اكيد طبعا، احنا عشان كده انت عارفه مسافات كبيره جدا. يعني 40 كيلو عجل ومثلا 10 كيلو جري، دي حاجات مسافات لاعب لو ما كانش الجو فعلا فيها مناسب ممكن يحصل له هبوط، ممكن يحصل له حاجات كتير لو هو مش متمرن كفايه. ممكن اللعيبه وخاصه اللعيبه، احنا البطوله بنعملها مش للكبار بس، احنا بنعمل من اول سن 8 سنوات لغايه سن 88 سنه. يعني عندنا كمان اللي هم الايدج جروب، اللي هم بيلعبوا زي بطولات الاساتذه، يعني بطولات الاساتذه يعني اللي هو كبر وبقى عنده مثلا 35 سنه او 40 سنه وعايز يلعب يمارس الايه اللعبه، فده احنا بنعمل له السباقات بتاعته اللي هي المراحل السنيه، اللي هو من 30 ل 35 ومن 35 ل 40 ومن 40 ل 45 لغايه سن 90 سنه. وفي لعيبه بتيجي كده عندنا في البطولات. فده لو هو جو مش حلو بالنسبه له ممكن يحصل له يعني هارد اتاك على اي يعني يحصل له هبوط في اي عضله او يحصل له حاجه مش حلوه في اثناء السبق. فده طبعا احنا بنختار الوقت والمناسب وبنختار المكان المناسب. فكان عندنا مدينه الاقصر بصراحه عملنا فيها 2015 و2018 و2019 عملنا 3 بطولات والحمد لله نجح ونجاح غير عادي. ده زائد كمان ان الاتحاد الدولي دلوقتي بقى يعني بقوا بيجوا نفسهم يجوا الاماكن ديت لان بيستمتعوا جامد جدا، يعني بيجي 19 و20 عضو، وده ما بتحصلش
في اجتماعات الجمعيه العموميه بتاع الاتحاد سواء الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي اللي بتتعمل هنا عندنا في مصر او الاتحاد العربي. ودي بتبقى حاجه يعني ايه، بتبقى فخر لينا احنا بنبقى سعداء جدا بهذا يعني، وبنبقى يعني بنوفر لهم بقى طبعا الرحلات السياحيه وبنعرفهم بنوريهم مصر فيها ايه يعني. وطبعا الاقصر مدينه طبعا عظيمه جدا، كلها اثار بينبهر يعني، بيحصل انبهار غير عادي سواء احنا سواء في الرحلات النيليه اللي بنعملها لهم او في الرحلات اللي هي بتاعت المعابد. احنا عملنا في معبد الاقصر وعملنا في معبد الكرنك وبنفرجهم بقى طبعا الجانب الغربي ما فيهوش يعني ايه، ما فيهوش معابد كتيره، كله مقابر، فبيتفرجوا طبعا بيحصل لهم ذهول يعني ايه ده موجود في حاجه زي كده في العالم، ونقول لهم بقى ان ده مثلا بقى له 7000 سنه لا اكيد الحضاره اللي موجوده في الاقصر يعني لما يكون بيدعم جنبها كمان بطوله من النوع دوت، اعتقد ان هي هتكون كده دي توليفه رائعه جدا بتدعم بيها السياحه عندك في واحده من المحافظات الرائعه يعني. حاجه يعني عظيمه يعني حضرتك انت عارفه مثلا انا ما اتفرج على فيلم مثلا جميل وكل ما اشوفه عايز اتفرج عليه تاني او اتاثر، هو نفس القصه احنا ما بيزهقوش. احنا بنروح الاقصر كل سنه بس لازم نروح نتفرج ونعيد تاني النظر يعني، في استمتاع غير عادي، العين ما بتشبعش من الحاجات الحلوه. بالظبط كده، ومصر كلها حاجات حلوه الحمد جميلة لله بصراحه يعني. طبعا ده بالنسبه لمدينه الاقصر. اوكي طيب خلاص، يعني من ابرز الحاجات اللي انا كمان حابه اكون بوضحها وسعيده جدا بوجود رياضه زي رياضه الثلاثي، ان احنا بنشوف ان هي بتدعم السياحه بشكل ما وبتستغله اكيد وجود اكتر من بطوله ان احنا نشوفها بتتعمل في محافظات حلوه كده جدا عندنا. وحابه اشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لحضراتكم التوفيق في كل اللي جاي ولابطالنا وللاتحاد وفي تنظيم كل البطولات القادمه. بشكرك شكرا جزيلا. نشكر قناه تايم سبورت ويعني سعداء بيكم جدا جدا، وبنسعد بجميع القنوات اللي بتحط يعني بتضرب فوكس او تسلط الضوء على الالعاب اللي هي بيقولوا عليها الشهيده يعني، غير الكوره طبعا. لا ان شاء الله ابدا، ودايما يكون الدعم بيروح لاي حد يستاهله، وواضح ان في شغل كبير داخل الاتحاد وعند ابطالنا. كل التوفيق والدعم لحضراتكم في الفتره اللي جايه. بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء محمود حسيني المدير التنفيذي للاتحاد رياضه الثلاثي، وايضا امين الاتحاد العربي والنائب الاول لدول البحر الاحمر المتوسط في دول البحر الابيض المتوسط في الرياضه. بشكرك شكرا جزيلا. العفو. شكرا موصول ايضا لحضراتكم ومشاهدينا، بتمنى لحضراتكم ويك اند سعيد، وباذن الله يوم السبت لقائنا يتجدد مع حضراتكم. تقبلوا تحياتي والى اللقاء.